أما ورق العنب كانت أمه أشجان من العراق وكمان حورية من بريطانيا، ولقينا إن الموسم بتاع ورق العنب موجود دلوقتي، فإزاي نحافظ على ورق العنب أو إزاي نلاقي ورق العنب؟ ورق العنب اللي بنشتريه من المحلات جاهز بناخد ورق العنب دوت، وده مهم جدا إن لما أجيبه لو أنا جايبه جاهز باخد الورق العنب دوت وأحطه في قلب مية بتغلي على الأقل مرة وأشيله وأتخلص من المواد الحافظة اللي فيه. يبقى دي حاجة، ممكن نجيب ورق العنب اللي هو معلب بس أتخلص من المية والمادة الحافظة اللي فيه. أما بالنسبة لورق العنب ورق العنب اللي أنا بجيبه بيجي ودوت حسب المكان والبلد اللي بجيبه منها. الفكرة إن أنا بجيب الورق العنب دوت علشان أحافظ عليه، يا إما بجمده يا إما بسلقه. لو بسلقه في الحالتين أنا ممكن بشيله، بشيل العنقود واسلقه من غير العنقود، لكن لو انا هسلقه افضل اسلقه بالعنقود، هيبقى سهل عليا وانا بشيله من الميه يكون ليه العنقود، يعني اخلي العنقود اقطعه بعد ما يتسلق. فناخد شويه من هنوت، والميه بتكون ميه بتغلي، نجيب ورق العنب هنوت نحط كميه كافيه هنا، هي هنا في الميه، وبسيبه ينسلق. نحط شويه كمان هنا، وده بيكون الفكره بتاعته. فديت بيكون ورق العنب اللي احنا هنسلقه. المية ما فيهاش ملح ما فيهاش اي حاجة، بس انا بسلقه علشان استعمله في نفس الوقت. لو انا مش هستعمله في نفس الوقت المفروض اعمل ايه؟ هجيب برضو الورق العنب اللي فيه القطعة ديت العروش ديت، بتخلص منها بشيل العنقود دوت، واجيب الورق نفسه لو هو مش ملفوف، مش هو محطوط فوق بعضه، انا بحطه فوق بعضه والفه بالطريقة ديت. فاكرين احنا عملنا السبانخ ازاي امبارح؟ على قد ما اقدر الفه على اساس دوت ممكن احفظه في قلب ازايز. ممكن بجيب ازازه هنا ونقفل دوت رفيع جدا كده، تاكد ان هو يدخل من الازازه، مش يدخل من الازازه اقلل الكميه شويه. يبقى بعملها بالطريقه ديت، واخدها واحطها هنا في الازازه واضغط عليها من غير ما اقطع الورق، واكرر الحكايه مره كمان، احطها بالطريقه ديت نحطه هنا واضغط عليها، وبفضل اعمل في الحكايه ديت. ودوت ما بيبقاش مغسول ولا مسلوق، يعني ورق العنب دوت لا انا غسله ولا سلقه. يبقى كل العمليه ان انا بجيب الورق بحطه فوق بعضه والفه، خلي الحته الخشنه بره عشان تستحمل شويه، وبلفها رفيع جدا في حجم الازازه نفسها اللي بستعملها، وبضغط عليها هنا بالطريقه ديت واضغط تاني. وزي ما احنا شايفين احنا كنا حاطين شويه اوريدي قبل ما نبتدي، ولسه بنحط تاني، الازاز دي هتتملي، وورق العنب مش مغسول بغسله بعد ما بطلعه، لان ده هخليه في الفريزر. طبعا لو انا الفريزر بتاعي ما يستحملش ازاز زي كده، اتاكد ان انا بحطه في ازازه تدخل في الفريزر اللي انا هستعمله فيها، وبفضل املى دول لغايه لما اتاكد ان الازازه كلها اتملت. ناخد واحدتين هنا اهوت، نعمل مرتين كمان، وبتخلص من الهواء اللي فيها. عشان اتخلص من الهواء ان انا بملاها بكميه كبيره، كل ما تبقى فيها كميه اكتر كل ما يبقى فيها هواء اقل. يبقى هو الهواء اللي انا بطرده باني بحط ورق عنب كتير، حط بالطريقه دي. ودوت بعدين لما بعوز اخلصه بقطع الازازه ديت، يعني باخد الازازه ديت واقطعها، نحط دي كده اهو، ده اللي هيكون كده كميه كافيه، وبعد كده بنقفلها. ودي ممكن نحط عليها بلاستيك هنا وبخليها في الفريزر، ساعه لما بعوزها بقطعها من فوق او بقطعها من هنا، يبقى عندي ورق عنب مجمد. في الوقت دوت باخده اغسله بعمل بيه اللي انا عايزه، او زي ما ابتدينا وقلنا انا ممكن اخد ورق العنب نفسه وبحطه في قلب ميه، وبعدين نصفي الميه منه واحطه في قلب ميه ما فيهاش فيها اي ملح ولا فيها حاجه خالص. يبقى ديت الميه اللي انا بحطها فيه، وعلشان احافظ على لونه على قد ما اقدر ممكن احطه في شويه ميه بتلج، يعني بحطه بميه بتلج هنا واروح رافعه بس ابرده واسيبه هنا، وبعدين ناخده نرصه على اساس هو ده ورق العنب اللي هناخده ونحشي بيه. وطبعا اكيد بيحتاج بقى ان هو يستوي او يكمل سواه، لكن دوت لو جبناه طازه وعايزين نعمل ده مش مفروض اخده احفظه، يعني مش هحفظ اللي انا سلقته. طالما جبته ني بحفظه ني وبحطه في قلب الازازه اللي احنا عملناها كده.